مازال 5 أيام حتى نخرج ديالك. إيه ولدنا. لحقتو ربما ما عندناش من الشطر. إيه هو اللي كان يتشدو تاهو مع هادوك العساكرية اللي شدو. ما شدوش. ونشدوه ونسخطو حد. خلاص استجمعوا لي من الأخراج. وكيستعدوا باش يهجموا لي من التليفون. والسلطان بغا تنظر من جهة بلاصتك. تخرج غدا من الباس بعد صلاة الفجر. يا سي جمال. ما عنديش الوقت اللي نبقى نجاوبك فيه. ياك. تبقى تسولي. ونعاود نجاوبك عاود ثاني. يلاه سدي سدي كيفاش تقول بعد على فاسك تقدر كل شيء غاب شويه علينا ويوه. مشاهدي مخرج مسرحية إسلي اللي محترف في الدار من تطوان. هذه المسرحية كتناول موضوع معركة إسلي في 1844، دونك هو مسرح تاريخي كيتناول مواضيع تاريخية. الاختيار ديالنا أنه نقدموا هذا العرض في إطار الفضاءات التاريخية ابتعادا من منظومات العلبة الإيطالية، والشغال اللي فيه إحياء التراث التاريخي اللي مهمل في بشكل عام، اللي علاقتنا به كمغاربه ولات محدوده، وهي دعوه للجمهور المغربي والاهتمام بالتاريخ، التاريخ كفضاء والتاريخ كقصه. سير وليدي ما توليش. لا لا ولي ولي وليدي بدا ماشي 10 سنين ولي بدا ماشي 10. لا ولي ولي حتى يموت السلطان ولا ولي يجيب بلاصتو واش السلطان واحد اخر غير سير. انا راضيه عليك سير سير وليدي سير. لو كان عمرك مازال طويل وانت عاد تعلم انك عمرك ديرها بمغزل، مغزل يدو طويله. ولكن فات القدس السلطان قرر يعطي العساكر اللي باعوا سلاح الفرنسي في معركه فيزلي. الدور ديالي في مسرحيه اسلي هو دور موسى ولد يحيى. هاد الشخصية اللي هي واحد العسكري في جيش السلطان اللي مشى شارك في واحد المعركة اللي هي معركة إسلي، وكان شوية يعني فيه الخوف وهرب من الحرب يعني، واتهم بتهمات بأنه باع السلاح ديالو للفرنسيس، وظل هربان في الجبال وخايف يعني يتلقى بالمخازنية ولا يشدوه ولا يديوه عند مولاي السلطان. كشباب كنشوفوا بأن المسرح يعني كل كاين مستجدات، كاين تطور، كاين بحث في المسرح، كاين يعني بحث كثير في المسرح من خلال تجارب مسرحية دازات واللي حققت إنجازات كبيرة على المستوى الوطني وعلى المستوى العربي. يعني كاين واحد الحضور قوي للمسرح المغربي خارج المغرب، وهذا ما هو إلا واحد إشارات اللي كنبأ بأن المسرح ممكن يكون، المسرح المغربي يعني ممكن يكون مسرح قوي، عيخص شوية يدعم شوية مزيان وتحلو فرص ويفتحوا المجال للفنانين الشباب خاصة باش يبحثوا أكثر. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.